السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل متابعينا اللي بيتابعونا دلوقتي على شاشة قناتنا قناة المحور قناة العائلة العربية. شهر رمضان المبارك، يوم جديد في هذا الشهر الفضيل. خلاص السوق قارب على الانتهاء وقارب على الفض، رابح من ربح وخسر من خسر. كل يوم بقول لكم بذكر نفسي واياكم ان احنا نلحق نفسنا في هذه الايام المباركه. فاتت الايام الوتريه كلها، مش فاضل ليوم 27 اللي طبعا على اكثر الروايات ان هو ان شاء الله يكون ليله القدر، وفاضل يوم 29، فلنجتهد لحد اخر دقيقه في رمضان. يعني انا بذكر نفسي واياكم ان احنا نظل على هذه الطاعه. خلينا نتكلم عن عوض ربنا. عوض ربنا وكرمه ملوش مثيل. كل ما كنا مقدرين وحاسين بحال غيرنا، كل ما كان عوض ربنا لينا كبير جدا. كم واحد او واحده بيسمعوني دلوقتي وعملوا خير وربنا رده لهم اضعاف مضاعفه؟ ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيجدي، هو اللي عنده الجزاء. اكيد كتير ناس طبعا من اللي بيسمعونا دلوقتي عملوا خير، وده وعد ربنا لينا. هتفرح هتفرح، مد ايدك وساعد غيرك هيتمدلك مليون ايد علشان تساعدك. خبط على باب غيرك المحتاج وفك كربه، هتلاقي اللي يكون جنبك في وقت شدتك. هتلاقي عمل الخير ده بيترد لك في صحتك وفي أولادك وفي بيتك وفي رزقك وفي كل حبايبك. أهل الخير دايما بيوتهم وقلوبهم عمرانة بالخير. كتير عاوز يكسب، يكون عنده رصيد كبير من الحسنات، ورصيد الحسنات ده بقى بيكون هو الإنقاذ لينا احنا من حاجات كتير جدا. بيكون مصدر لتحقيق الأمنيات، بيكون وسيله لاستجابه الدعوات، بيكون وسيله اننا نعيش واحنا قلوبنا مرتاحه مطمنه راضيه. اكيد هدفنا كلنا اننا نعيش حياه كريمه، وان المولى عز وجل يحسن ختامنا ويرزقنا حسن الخاتمه. الجنه هي حسن الخاتمه ونعيمها، ده طبعا منانه من رب العالمين. طب ازاي نحقق ده؟ ازاي نحس اننا ماشيين في الطريق الصح؟ كله سهل بامر الله، بس احنا نجتهد. بس خلي بالنا ان في احتياجات، في احتياجات لغيرنا لازم نعرفها ونعمل الخير بنية صافية عشان ربنا يتقبل مننا صالح الأعمال في الشهر الكريم. خلاص بقى الشهر بيودعنا، وما ينفعش مع قربنا من ربنا إننا نبعد عن المحتاج. والوصول لرضا ربنا محتاج اجتهاد في سعي للصدقة والزكاة، وثوابها كبير جدا. لسه عندنا فرصة كبيرة، خليني أنا وإنت نسجل أسماءنا في كشف الخير. بس بعد ما رحب بضيف اللي مشرفني ومنورني النهاردة، العلامة الكبير الأستاذ دكتور مصطفى فتح الله، متحدث باسم جمعية البر والتقوى اللي مشرفني النهاردة. السلام عليكم يا مولانا. وعليكم السلام. بفتقدك أنا معايا في الحلقات يا مولانا. ربنا يرفع قدرك، ربنا يجعل في ميزان حسناتك. وكل اللي بيقابلني بيقول لي أبلغك السلام وأسألك ليه الدعاء، بحب الدعاء جدا في آخر الحلقة. أعزكم الله ورفع الله قدركم وتقبل دعاء دعاءكم، وأكرم الله أمة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى رسول الله والجلوس بين يدي رسول الله والجلوس في الفردوس الأعلى يوم القيامة، ونجلس بجانب النبي وصحابة النبي، وننظر جميعا إلى وجه الرب العلي. اللهم آمين. آمين حبيبي يا رسول الله، صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والمقام المحمود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خلينا نبدأ بحلقتنا النهاردة يا مولانا، إن احنا خلاص ليلة القدر. نعم. يعني يمكن خلاص، يمكن الليالي اللي فاتت كلنا تحرينا ليلة القدر، معرفش بقى يعني لحس بيها أو ما حسش، لكن لسه عندنا اجتهاد في 27 و29. ازاي نبادر بالحسنات وبالصدقات وبالخيرات علشان ربنا سبحانه وتعالى يبلغنا ليلة القدر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الحبيب المصطفى والنبي المجتبى: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالقائم الليل لا يفطر، أو كالقائم بالنهار لا يفطر. ثلاث حاجات. أول واحد أن يكون مجاهدا في سبيل الله. في ناس بتحلم أنها تجاهد في سبيل الله، فأقول له أنت مش قادر تجاهد، اديني فلوس ناخدها نديها لليتامى والفقراء، كأنك كما قال النبي جاهدت في رسول الله. طب أنا ببقى تعبان بالليل عايز أنام عشان واخد دواء، معايا فلوس لكن عايز اقوم الليل، اقول له تصدق للفقراء واليتامى والمساكين تاخذ اجر قيام الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب انا بيجي علي رمضان باخد ادويه وما بقدرش اصوم، اقول له تصدق واخرج الصدقات والزكوات. يعني المريض اللي ما بيصومش او عنده رخصه العذر. نعم. الافطار بيبقى له ان هو يفطر صائم كل يوم او اكثر من صائم. نعم يفطر. فإذا ولكن الاجر بتاعه في الصدقه ايه وهو مش قادر يصوم في اي وقت من الاوقات؟ ياخذ اجر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كالمجاهد في سبيل
لله، أو كالقائم الليل لا يفتر عن العبادة، أو كالصائم بالنهار كل يوم بيصوم ولا يتوقف عن الصيام. تخيلي كل ده. إحنا كلنا عارفين أن المتصدق ربنا بيكرمه، وأن كل متصدق يأتي يوم القيامة تحت ظل صدقاته. لا، ده أنا عايز أقول حاجة جديدة النهاردة واكتشفها والناس تكتشفها معايا، أن إحنا كلنا عارفين أن الشهداء منازلهم الله تبارك وتعالى تحدث عنهم أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، مش كده ولا إيه؟ تخيلي أن المتصدقين كمان ربنا ذكرهم في القرآن أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني المتصدقين في مرتبة الشهادة ياخدوا مرتبة الذين يأتون يوم القيامة ولا حزن عليهم، ويأتون يوم القيامة وهم في نعمة وفضل من الله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا من المتصدقين يا رب العالمين. فإذا السوق ما زال هنا إيه يعني قائم. قائم، وعندنا لسه ليلتين، ليلة 27 إن شاء الله، وعندنا ليلة 29 إن شاء الله، وعندنا باقي الأيام ونتصدق. الصدقة يا جماعة أهم شيء بتعمل إيه؟ ربنا بيقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تعمل حاجتين. تخيلي حضرتك مثلا عندك 4 أولاد، جبتي واحد فيهم لبستيه جديد وحطيتي له عطر فظهر في وسط اخواته. فتخيلي العباد المتصدقين يأتون يوم القيامة معطرين لابسين لباسا يظهرهم بين الناس. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. لذلك زكاة المال بتكون سنوية، زكاة الفطر بتكون في رمضان، أما الصدقة فهي طوال العام زي اللي كل يوم والتاني يغسل جسمه وبدنه ويطهر الجسم. كويس حضرتك أشرت إلى زكاة الفطر. إيه الحكمة من إخراج زكاة الفطر مولاي؟ زكاة الفطر حتى لا يأتي يوم العيد وهناك من يقول اديني لله، يعني ما يبقاش في حد محتاج. زكاة الفطر صدقة تدفع، أو زكاة أو مال يدفع علشان أقول له يا رب أنا دفعت لأنك اديتني الصحة والعافية طوال شهر رمضان، ولم أكن كالمرضى الذين لم يستطيعوا أن يصوموا لك، أو أن أنا ربنا سبحانه وتعالى من علي بالحياة لأبلغ رمضان. لأن قال الله في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. خدي بالك، كل عمل ابن آدم له له بإيه؟ برقم. يعني عملت العمل ده في كتالوج الحسنات في البنك وفي آخر كذا كذا، أما الصيام أو الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. شوفي لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه، خرج على الصحابة في المسجد، اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام ومدينة حبيبك المصطفى. آمين يا رب. يخرج على الصحابة فرحا، رسول الله فرحا، يقول جاءني أخي جبريل وقال لي يا محمد يدخل الجنة 70,000 بغير حساب. فالصحابة قاعدين قالوا يا رسول الله هل استزدت الوعد ده؟ هل استزدت ربك؟ قال استزدت ربي فأعطاني مع كل واحد من 70,000 70,000، يعني 49 مليار. طيب قالوا له هل استزدت ربك يا رسول الله؟ خلي بالك احنا الأول كلمنا في عدد، العدد تضاعف، تعالي بقى تضاعف العدد بضعف الضعف. تعالي بقى هل استزدت ربك يا رسول الله؟ قال استزدت ربي فأعطاني 3 دفعات بيده الكريمة ولا يعلم عطاء الكريم إلا الكريم. يبقى خرجنا بره العدد إلى اللا عدد مع رب العالمين. فأنا لما تصدق وأنا غني غير ما تصدق وأنا فقير. حبي لثلاث يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. تخيلي ده نازل في قرآن، ما نزلتش الآية دي في صحابي غني، لا ده نزلت في صحابي فقير. الصحابي الفقير قاعد مع في مجلس النبي والنبي بيقول من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذه إلى بيته ويقول لزوجتي أطفئ السراج حتى يأكل الضيف طعامنا جميعا، ويقابل النبي في صلاة الفجر فيقول ماذا فعلت؟ لقد اهتزت لك السماوات السبع وتنزلت الآيات من رب العالمين. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لذلك الفقير يدفع زكاة الفطر كالغني، وهي بسيطة وقليلة ولكنها سبحان الله في ميزانه يوم القيامة. يعني واحد مثلا امبارح بيقول لي هي الزكاة كام؟ أنا سمعت إنها 15 جنيه. قلت له ما شاء الله 15 جنيه يدفعها الفقير، لكن أنا قاعد في سيارتك اللي ثمنها 3 مليون جنيه تفتكر أنت هتدفع 15 جنيه؟ فبص لي كده وابتسم، ابتسم وقال لي لا انت الموضوع مختلف تماما. اسال الله ان يتقبل مني. وانا عايز اقول ان الواحد بنيته انه هو بيدفع
الخير لازم يكون عنده ثقة في الله وعنده يقين في الله وعنده إخلاص، لأن الله يفتح، ممكن أن يفتح باب الصدقة ويقفل باب القبول. سبحان الله. إذا كان الإنسان فيها رياء ولا عايز بالله ولا سمعة، أو من يمن أنت لحم كتفك من خيري يا خبر أبيض. لا إحنا مش عايزين كده، إحنا المال مال الله والعطاء. وحضرتك اتكلمت كمان في موضوع هام جدا، الواحد يبقى عنده ثقة ويقين، ثقة ويقين في المكان اللي حاطط فيه زكاته. نعم. وصدقته. نعم. فإحنا يمكن معانا يعني أحد الجمعيات اللي يعني مشهود لها بهذه الثقة، هي جمعية البر والتقوى، وأعمالهم يعني من فضل الله، يعني إن شاء الله بالبنين والله الله. يعني ربنا يجعله في ميزان حسناتهم. أنا سعيدة إن هم معايا في البرنامج ومتحمسه لهم جدا. عايزين نتكلم عن نشاطاتك. انا عايز احكي لك موقف امبارح، موقف حصل في الجمعيه امبارح. دي مكالمه تليفونيه. تمام. اتفضل. اتصلت الحاجه فاطمه قالت لي يا دكتور انا تبرعت في بدايه شهر رمضان بحفر بئر. نعم. وانا دلوقتي اتخانقت مع زوجي ومع ابني لان هم شافوا البئر محفور، اتعمل البئر في 20 يوم ما شاء الله، وشفنا سرعه والناس شربت. عايزين ننزل بقى بصور حفر الابار لو سمحتوا. فتخيلي ان انا اتخانقت دلوقتي معاه، فكلمني الزوج وقال لي انا بير وابني بير، طب انا دلوقتي هعمل دلوقتي، الناس يا ترى الصائمين هيشربوا منه يلحقوا؟ قلت له انا هنزل قوه مضاعفه لحفر الابار حتى يشربوا الصائمين. فالحاجة زي يشرب من هذا البير كمان لو كان صائم، تخيلي. فالحاجة قالت لي كده برضو يا دكتور مصطفى، يعني هم هيبقوا زيي. قلت لها يا حاجة انت كلنا صدقتي. نتسابق إلى الجنة. ورب درهم سبق 100,000 درهم. مين عارف مين اللي هيقبل؟ مين الخير؟ سبقوا الخيرات وكان الخير. وعندنا برضو الحاجة زكية بتتخانق مع زوجها تقول له أنا أحفر بيه، وهو يقول لها لا أنا هسقف بيت. دخلنا في المرحلة الثانية بقى. تسقيف البيوت، الستر، إن الله ستير يحب الستيرين، استروا على عباد الله. تخيلي حضرتك ربنا في سورة قريش أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعم. إذن لما حضرتك تستري بيت، تعملي سقف البيت، تمام، البيت ده ما فيش فيه حيطان وما فيش فيه سقف، عملتي له حيطان وقفلتي ونام مطمئن، يبقى أنت حققتي له الآية الكريمة أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هو أنا لما أستر عبد من عباد الله في الجنة في الدنيا أيتركني الله يوم القيامة؟ والله إن هو يحاج الله سبحانه وتعالى عني يوم القيامة. هل يتركني الله يوم القيامة؟ سترت له مسلما، سقيت له عطشان، أطعمت له أفهم جوعا، هل يتركني الله؟ سيدنا موسى يقول يا ربي قرأت في الألواح عن أمة إذا طعموا قالوا بسم الله، وإذا استقر الطعام في أمعائهم قالوا الحمد لله، فغفرت لهم يا رب اجعلها أمتي، قال لا يا موسى هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله. فما بالك أن تطعمي هذا الفقير فيحمد الله على ما أطعمتيه ويحمد الله على هذا. فهل يأتي الله يوم القيامة وتمسي أنت النار؟ لا والله، أنت تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة. اللهم تقبل. وسارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين. من المتقي؟ الذي يطعم ويسقي ويعطي ويمنح ينفقون في السراء والضراء من فضل الله. السراء والدراء والليل والنهار سرا وعلانية. أصل الناس يا مولانا بيقولوا إيه، إحنا في ظروف دلوقتي يعني محتاجين كل الفلوس نخليها معنا، مش عارفين بكرة هيحصل إيه، خلينا أنا مش هينفع أتصدق. أعظم الإنفاق ساعة الحاجة. كلما كانت هناك حاجة أتصدق. تصدقي. طب في فلوس قليلة تصدقي. أصلا في عندي قاعدة شرعية ثابتة، حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقص مال عبد من صدقة. أبدا أبدا، صدقتي يا حبيبي. والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. أنا عايز أقول إن أنا معايا 200 جنيه وحد تاني معاه 200 جنيه، رجعنا إحنا الاتنين البيت، ما الفرق بين ال 200 جنيه اللي فيها البركة وال 200 جنيه اللي ما فيهاش بركة؟ أنا 200 جنيه معايا في جيبي، نمت روحت لقيت الولاد، الولد جاله صداع اديته أسبرينة نام وأكلنا أي حاجة ونمنا. أما جاري اللي معاه 200 جنيه مش مبروك أو معاه 1000 جنيه يرجع البيت يلاقي زوجته بتصرخ وابنه مريض، ياخده يوديه للدكتور ويدفع ال 200 كذا جنيه. يدفع ال 200 ويستلف عليهم 500. يبقى بيتنا احنا الاثنين صحينا الصبح، قابلته أنا بقول له صباح الخير معايا 200 جنيه، وهو بيقول لي صباح النور ومديون ب 700 جنيه.
ده ثواب البركة بقى. يبقى دي بركة. متى جاءت البركة؟ حينما أكرم الله العباد. أقسم لك بالله، رجل قال لي جاءتني أختي الفقيرة وليس في بيتي إلا 300 جنيه، زوجتي طلعت 200 جنيه، قالت له اديهم لأختك وسيب لنا 100 جنيه. نعم الزوجة والله. تخيلي نعم الزوجة دي، بيقسم لي بحق لا إله إلا الله وحق من رفع السماء بلا عمد، ما أن خرجت أخته واحتضنته وخرجت من بيته إلا جاءه تليفون، تعالى في مكان عايزينك تأجره لنا في مكان، كسبت 20,000 جنيه وأنا مضعفة. واقف في الحال. الله أكبر، الله يضاعف لما شاء. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عنه أنه لما ذبحت الشاة فالسيدة عائشة تصدقت بها جميعا ولم يتبقى إلا الكتف، كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له طب يعني ذهب كله ولم يبقى، بل بقي كله ولم يذهب. نعم أنا عايز أقول لحضرتك العطاء من الله سبحانه وتعالى. لازم نعلم، أنا دلوقتي حفرت بئر علشان يشربوا منه عباد الله في الدنيا، في كل كبد رطب صدقة. من حفر بئرا يشرب منه جن أو إنس أو طير أو حيوان، كل ده ونبات كمان، كل ده بيشرب منه. طب في أعطاء أكتر من كده؟ ده الحمد لله يا رب إن أنت اديتني النعم واديتني المال علشان أعرف يا رب أوري الدنيا كلها أنا عملت إيه بهذه الأمانة. سترت بنات مسلمات، أطعمت. شوفي، من أطعم أخيه قطعة حلواء أذهب الله عنه مرارة يوم القيامة. يا الله يا الله. من ألقم أخيه قطعة حلواء أذهب الله عنه مرارة يوم القيامة. لذلك بنلاقي ناس كتير كبار في السن ماشيين معهم ملبس كده، كل ما يروح مديكي حاجة حلوة، معاه تمر يديكي، ما احنا ما نعرفش السر، احنا لنا ظاهر وباطن. خدي بالك، احنا داخل علينا العيد، داخل علينا الطعام، داخل علينا الحلويات، مش ناكل ولادنا دول كحك. لا احنا بنتكلم في الحلويات دي يا مولانا، بس هنستاذنك فاصل قصير، بيقولوا لي عليه في كنترول، وهنرجع تاني. هسيبكم فاصل قصير ونرجع تاني مع جمعيه البر والتقوى، دكتور مصطفى فتح الله خليكم معانا. رجعنا لكم بعد الفاصل، لسه معانا في الدكتور مصطفى طحالة متحدث باسم جمعية البر والتقوى، ولسه كنا بنتكلم قبل الفاصل عن ازاي نستقبل العيد. وفي جمعية البر والتقوى بقى في طول شهر رمضان كان في الاطعام والطعام الساخن ومثلث الخير من تسقيف المنازل وحفر الابار واطعام الطعام. احنا بنتكلم دلوقتي عن الحلوى واطعام الطعام ودخول العيد، فعشان الوقت عدى علينا عايزين نقول هنقول ايه يعني. انا عايز اقول الخير الموصول الذي لا ينقطع أبدا. إذا انتهى شهر رمضان، إحنا دلوقتي ما شاء الله من كان يعبد رمضان فإن رمضان كمل. أنا عايز أقول إيه، إن إحنا دلوقتي ماشيين في رمضان الحمد لله رب العالمين، ناس كتير قوي حفرت آبار وما زالت بتبعت، ولغاية بعد إن شاء الله شهر رمضان. خدي بال حضرتك، إذا أنا أطعمت أو سقيت أو حفرت بعد رمضان هاخد ثواب برضه، ممكن يكون أكتر من رمضان، لأن الحرارة عليت وتشتد وتصل إلى 50 درجة، ممكن في رمضان 30 لكن أنا محتاجها في 50، فيقوم ربنا يضاعف لمن يشاء يديله. يقول يا رب، يعني إحنا قاعدين بنذكر الله دلوقتي ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد معدي عدى حط مثلا كوباية وخب بعضه ومشي، فالملائكة يقولوا له يا رب دول قاعدين يصلوا على النبي وانت هتدخلهم الجنة. الرجل اللي حط كوباية ومشي ده لا قعد معاهم ولا ذكر الله ولا، فيقول الله له هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. الله، يعني برضو داخل معاهم في الرحمة. فأنا عايز أقول اللي بعد رمضان بيحفر بير برضو إن شاء الله حيكون في الخير دوت وفي النعمة دي. طيب وبالنسبة بقى لإطعام الطعام اللي معانا على الشاشة دلوقتي وإحنا صايمين كده، وما شاء الله الأكل شكله شهي والمكان نظيف والناس اللي بتشتغل كلها لابسين جلافز جوانتيات معقمين، ما شاء الله دي الوجبات اليومية اللي بتصل إلى 1000 وجبة في كل محافظة. دي قافلة، بيقولوا في كنترول في قافلة إطعام. نعم، قافلة الإطعام دي بتدي أكتر من 1000. يمكن من كام يوم كان إحنا عندنا قافلة يعني كبيرة أو في الصعيد وهنا وهنا وهنا، عربيات كاملة بتخش القرى، ومن فضل ربنا، ربنا بيبارك في الوقت. المرأة الصالحة تقول ما نضج طعامي إلا من ذكري. أنا عايز الستاتنا وبناتنا وحتى أي حد بيطبخ ويخش ويقول إيه ده ناقص نص ساعة الفطار، يا ترى هلحق
اطبخ؟ لا، وانت واقفه بتطبخي تصلي على حضره النبي. طبعا تستغفري طبعًا. الله. انا دايما اقول الذي اطعمه من جوع وامنه من خوف. فأي... الايه فانا عايز اقول ان الذكر ينضج الطعام، يخلي الاكل بسرعه يخلص. خدت بال حضرتك؟ فادي اطعام الطعام. طيب احنا دخلنا بقى دلوقتي في مرحله ان احنا نطعم الحلوى لاولادنا، حلوى العيد اذا كان مثلا كعك او كذا او كذا، وملابس العيد. طب هم هيعيدوا فين؟ ما هو في مشاكل في موضوع الحظ. لا، ده انا افرح ابني اني انا اجيب له، او الفقير او اليتيم اجيب له ملابس العيد. وده اللي احنا متجهين دلوقتي ما شاء الله كميات هائله من الملابس رايحة لليتامى والفقراء في المحافظات. خدت بال حضرتك؟ وبتعد من الآن مع علبة كحك حلوة كده أو حلويات حلوة كده، تمام، رايحة للناس دي علشان الناس دي تشاركنا الفرح. أنا يتيمة على فكرة، عايزة أكل كحك إن شاء الله رب العالمين بإذن الله رب العالمين. فدي حاجة. خدت بال حضرتك؟ نيجي بعد كده لتسقيف البيوت. انا ممكن اسقف بيت دلوقتي، يعني اتصل وابعت اقول انا عايز اسقف بيت. تخيلي انا لما اسقف بيت باي مبلغ من المبالغ، الاولاد الاطفال الصغيرين يشعروا بالامان. وخدي بالك الدعوه اللي بيدعها لي فقير او يتيم، ان ربنا يامنني، من أمن مسلما أمنه الله يوم القيامة. الله من عرسات القيامة ووقفة يوم القيامة. طبعا احنا مش قادرين، هم مش مستوعبين، احنا مش مستوعبين والله. نتخيل ده يوم القيامة، يوم الفضيحة، يوم الزلزلة، يوم كذا وكذا، أسماء خطيرة، يوم الطامة الكبرى، أسماء كتيرة ليوم القيامة. فتخيلي بقى اللي حضرتك دلوقتي بيتصل علشان يحفر بير، ربنا يبعد عنه حاجات. دي الارقام بتاعت الجمعيه اللي على الشاشه. نعم. دلوقتي. نعم. مجرد ما يتصلوا بيروح بقى المندوب عشان ياخد، بيروح لهم المندوب. وانا عايز اقول ان في مندوبين انسات سيدات وفي رجال، وعلى حسب ما هو بيطلب نفسه المتبرع. ابعثوا لي مندوب مثلا بنت او متبرعه حاسه ان كده، فاحنا عندنا بنات فاهمات والحمد لله من فضل الله حافظات للقران وكذا وكذا، يعلموا الشرع، ويروحوا ويدلوا كل واحد من الناس، مش مجرد ان هو بياخد منه الايصال وياخد بعضه ويمشي يمشي، لا، هو بيقول له هنحط لك الحاجه بتاعتك فين، وبيسال نفسه المتبرع عايز نحطها فين. جالي سؤال مثلا، انا معايا 50,000 جنيه عايز ابعتهم، طب ينفع ان انا احفر بيهم بيرين؟ فقلت له ان حفر الابار ليست زكاة المال كلها لحفر الابار، ولكن جزء منها، ولكن ستر المسلمين في ان انا اعمل لهم سقف، ها، ده يدخل في زكاة المال. اما جزء من المال صغير ده اللي ينفع في حفر البئر. خدت بال حضرتك؟ ليه بقى يا مولانا؟ نعم. الفرق ليه؟ لان انا لما بحفر بئر، خدت بال حضرتك، المال بتاعه لو مثلا 10,000 ادي له جزء بس يبقى شريك في حفر البئر، واحط بعد كده ما يستفيد به، تعدد له، اعدد له المصارف بتاعته بالظبط كده. تمام. ففي اكثر من حاجه، احنا عندنا اطعام طعام، وده اعلى حاجه، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كل اللي باعت فلوس عشان يطعم عايز الجزاء والشكر من الله بس. وما ادراكي الله، ان انت يوم القيامه بتيجي على الترابيزه كده وتروحي قايله انا عملت اهو، وتستقبلي الخير من الله سبحانه وتعالى. يعني انا بشوف اللي حافرين الابار مكتوب مثلا صدقه جاريه على روح الحاجه فلانه. نعم. او صدقه جاريه من فلانه، ده بيبقى مكتوب عليه الاسم، وعلى اساس ان كل اللي يشرب بيدعي للي مكتوب. لكن برضه الاطعام في نوع من انواع الخفاء والستر. خلاص احنا حطينا الفلوس في الجمعيه، والجمعيه بتتولى توزيع الوجبات، فالدعاء بيبقى سبحان الله. أنا يعني عايز اقول لك احنا ممكن واحد يلبس جلابيه مقطعه، لكن ما ينفعش انه يمشي جعان. نعم. ليه؟ لان سيدنا الامام الحسن البصري بيقول له ماذا لو معك درهم من حلال؟ قال اشتري به طعام اتقوى به على عباده الله. فتخيلي حضرتك، المهم انه ياكل يقويه علشان يصلي. اصل كل ما انت اطعمتي فقير وصلى وصام وقدر ان هو يبقى قوي ويدعي لك بقى في السماء، الله، يبقى دعوة صائم راجل فقير وكذا وكذا. يا جماعة، عطاء الله ليس له حدود، والله تتنزل الرحمات يوم القيامة الناس مش عارفة. تخيلي حضرتك واحد يقف ظالم واحد يوم القيامة، وبيقفوا هما الاثنين، واحد تصدق فجي عمل ظلم مع عبد تاني، فيقول له يا رب خد لي حقي منه،
يقول له اعمل ايه؟ يقول له خد من حسناته واديني. فيقول له طيب، يقول له طيب ما عندوش حسنات، يقول له طب خد من سيئاتي واديني. فربنا يقول له ايه؟ أترضى أن يكون لك سيئات؟ أنت عايز يبقى لك سيئات؟ فيقول لا يا رب. فيفتح الله له بابا في الجنة فيرى قصرا مشيدا. حضرة النبي وهو بيحكي هذا الحديث ضحك النبي، فقالوا لما ضحكت يا رسول الله؟ قال لأن رب العالمين ضحك من عبده حينما قال ذلك، وجد قصرا في الجنة أعطاه الله القصر حتى يعفو عن أخيه. ده اللي كان تصدق في الدنيا، عفو يوم القيامة من رب العالمين. احنا ما بنقولش في الأيام المفترجة الكريمة دي إلا اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا، وده الدعاء اللي أمر به سيدنا رسول الله سيدة عائشة أن تدعوه في ليلة القدر، هو دعاء جامع شامل، فربنا يتقبله منا ويجريه على لساننا إن شاء الله ويكون فيه استجابة في الليلة المباركة ليلة القدر وبلغنا إياها. عايزين ندعي بقى يا مولانا لأن الدعاء ده كله بيسأل يعني. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد يا ربنا في كل وقت وحين. اللهم فرح بنا وجه نبينا يوم القيامة، اللهم فرح بنا وجه نبينا يوم القيامة. اللهم إنك عفو كريم حليم رؤوف يا ربنا فاعف عنا. اللهم اجعلنا الليلة من عتقائك من النيران، اللهم اعتق رقابنا يا رب الليلة، اجعلها يا رب ليلة عتق يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين. ربنا قصرنا في عبادة رمضان فأنت الكريم وأنت الجواد، أجبر كسرنا يا رب العالمين، اجعلنا من المتصدقين، وتقبل يا ربي كل من تصدقوا في شهر رمضان وكل من تزكوا في شهر رمضان. نسألك يا ربنا أن تخلف عليهم بالقوة والعافية وصلاح الحال وتفريج الكروب يا ربنا. اللهم إنا نعلم أنك رب العام كله بل رب العمر كله، وعبادك يا ربي يعاهدونك الآن أنهم طوال العام يتصدقون ولن يتركوا عبادك الفقراء أبدا، ولا المساكين أبدا، ولا اليتامى أبدا. يا رب العالمين أسألك يا رب أن تفرحهم يوم القيامة كما فرحتهم في الدنيا، وتجمعنا بهم يا ربنا عند حوض المصطفى يوم القيامة جميعا يا رب العالمين، واجعلنا ننظر إلى وجهك الكريم كرامة لحبيبك المصطفى ونبيك المجتبى يا رب العالمين. آمين آمين آمين. وسلم على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم استجب. جزاكم الله خيرا دكتور مصطفى طحال المتحدث الرسمي باسم جمعية الجبر والتقوى، وجعل ما قلت في ميزان حسناتك. جزاكم الله خيرا يا مولانا، شرفتنا النهارده. أنا وصلت لنهاية حلقتي النهارده، يعني أوصي نفسي وإياكم بالاجتهاد لبلوغ ليلة القدر وكمان الصدقة والزكاة، وحتى ألقاكم غدا بحول الله وقوته، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله.